السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس فجر اليوم ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع عدد من الشبان وإصابة كل من أحمد محمد أبو عيشة بعيار مطاطي بالكف وحسان أبو حمد بقنبلة غازية بالقدم، كما أصيب كل من مؤمن عبد القادر عتيق وضياء أحمد سويطي بحالات اختناق، كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح محمد التلحمي. اتهمت زوجة الأسير عبد الله البرغوثي المستويين الرسمي والشعبي في الأردن بالتخاذل والتقاعس عن نصرة الأسير عبد الله وبقية الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وتركهم فريسة للسجان الإسرائيلي. وطالبت البرغوثي خلال مؤتمر برام الله حول أوضاع الأسرى بوقفة جادة وضاغطة وتضامن مستمر مع الأسرى خصوصا المضربين عن الطعام. طلبوا زيارة للسفير للكونسول، زارهم بعد 42 يوم تقريبا من إضرابهم، في تخاذل وتقاصع طبعا في من قبل الأردن، وإن شاء الله أنه في هذا الشهر الفضيل أنه بكون لهم مخرج وأنه بتحرر كل أسرانا. في الشأن المصري، قالت مصادر أمنية إن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون بجراح في هجوم بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة على كمين أمني في وقت متأخر من الليل في محافظة شمال سيناء بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل. كما أعادت السلطات المصرية صباح اليوم فتح معبر رفح بشكل جزئي لعودة المواطنين العالقين في الجانب المصري وسفر بعض الحالات الإنسانية والمرضى من القطاع. نبقى في غزة، فقد قررت داخلية الحكومة المقالة الإفراج عن 65 معتقلا لديها بمناسبة حلول شهر رمضان. وأوضحت الوزارة أن المعتقلين الذين سيفرج عنهم أمضوا ثلثي المحكومية في سجن الكتيبة أنصار غرب مدينة غزة. ختاما، رفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي حضور وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي اجتماعا بالكنيسة الإسرائيلية ولقاء أعضاء حزب الليكود والشاس بأعضاء مبادرة جنيف برام الله بقيادة ياسر عبد ربه، ووصفها باللقاءات التطبيعية في ظل هجمة الاحتلال الشرسة على شعبنا. لمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا وطن للأنباء وطن دوت تي في. ختام الموجز، نترككم برعاية الله وحفظه.